السلام عليكم. هذا مستشفى نتاع الاستعجالات الطبية يقع بولاية تلمسان، واللي كما نعرف أنه سياسة جديدة هذه، وهذه السياسة الجديدة هذه والله العظيم ك يعني ان اوبسيرفاتور، كمراقب وملاحظ لشأن تاع السياسات في الجزائر، أقدر نقول لكم بلي هذه أفضل خطوة في الميدان الصحي، أفضل خطوة قامت بها الحكومة منذ الاستقلال تاع إنشاء هذه المراكز تاع الاستعجالات الطبية. وهنا نلاحظ أنه في يعني المشكل الكبير اللي كنا نعانيه منه كشعب هو أنه يعني في الحالات نتاع الاستعجالات كنا ما نعرفوش نروحوا، ما نعرفوش أي مستشفى نروحوا. كانوا بزاف يعني حوادث صرا في المنزل، حوادث منزليه، حوادث في الطرقات، مثلا حروق في البيت، او حادث مرور، او حادث في العمل، او الاشياء اللي يعني تستوجب ندخل استعجالي فيها عمليه استعجاليه. هذه المراكز للاستعجالات الجراحيه الطبيه هي افضل شيء ممكن تقدمه اي نظام صحي في العالم. وانا رحت نتفكر كنت في انجلترا، ورحت كانت عندي كان عندي الم في البطن، رحت يعني في نص الليل لاحتياجات، يعني رحت اون اورجونس كما نقولوا، وداوني اون اورجونس. رحت والله العظيم قعدت نستنى اكثر من ساعتين باش شفت الطبيب، ساعتين زعما رحت للاورجونس، سيرفيس دي زورجونس، هذه في انجلترا. باش نقول لك باللي قضية الاستعجال الطبية هي قضية جد جد ضرورية باش الإنسان في الحالة الاستعجال ما يبقاش يروح من المستشفى. من قبل كنا نروح المستشفى يقول لك لا ماشي هنا، روح المستشفى آخر، روح المستشفى الآخر، لا روح المكان آخر. والإنسان كي تكون في استعجال طبية حياته، الحياة نتاعو راهي بين يعني راهي بين الحياة والموت. إذا هذه الفكرة نتاع خلق استعجالات طبية في كل الدوائر، ماشي حتى في الولايات، في الدوائر، في كل دوائر، يعني كان 500 ولا 600 دائرة يعني إدارية في الجزائر، كلها سوف يكون فيها مستشفى للاستعجالات الطبية، وين اللي تستقبل المرضى في الحالات الاستعجالية، وين كل شيء يكون موفر، كل شيء إذا كان فيه احتياج لعملية جراحية، إذا كان يعني 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 كل شيء. يعني احنا نتمناو انه هذه البنايات هذه تكون فيها المعدات الطبيه، تكون يعني تكون كلها واجده، يعني تكون في كاين كل المعدات الطبيه، وكذلك لازم يكون الاطار الطبي والعنصر البشري يكون متوفر في هذه المنشات الجديده، السياسه الجديده تاع انشاء المراكز او مستشفيات للاستعجالات الطبيه. ان شاء الله يكون فيها خير، والسلام عليكم.